دولة عربية نجحت في تنظيم حدث عالمي زي كاس العالم، اهي بتلاقي هجوم غربي لانهم مستكترين عليك. انت مين انت يا بتاع الخيام، انت يا جربان يا جربوع، تعمل حفلة وتستضيف كل الناس اللي عندك. الغريبة انه بعضنا بعض العرب شايفين بنفس النظرة دي، انه الخلايجة متخلفين وانهم ما يعملوش. طبعا هتتاخد الحتة دي كده ويقول لك محمد نصر بيقول على الخلايجة متخلفين، وانه انتوا ازاي تعملوا بطولة كده، دي نظرة الغرب. لكن ان يكون الهجوم عليك ده من اخوك، من شقيقك في العروبة يعني، فبصراحة ده العار، دي الفضيحة، دي قلة الذوق. وده اللي عمله للأسف الإعلام المصري في هجومه على قطر قبل ما السيسي يروح. وده المحور الرابع اللي ما اتكلمناش عنه في بداية الحلقة، انتقاد إعلام السيسي لافتتاح المونديال بالقرآن الكريم. ما تعرفش الناس دي ما سافرتش بره مثلا؟ الاخ اللي ناقد اللي جابه اللي قال دي اول مره، بالمناسبه كان في حمله تبشير واسعه في جنوب افريقيا لما استضافت جنوب افريقيا كاس العالم، عملوا زي قطر كده، جابوا اسسا ومبشرين يناقشوا الناس، يعني هم حرين يعني. بالمناسبه هو اللاعب، اي لاعب واغلبيه اللاعبين في العالم مسيحيين، وكل لاعب قبل ما بينزل الملعب بيعمل كده ويصلي، لدرجة ان كان عندنا واحد صاحبنا بيلعب في البلد افتكر ان دي حاجة ليها علاقة بكرة القدم، فكان بيلعب في الساحة الشعبية عندنا في البلد، وبالصدفة انا كنت واقف جنب الخط اللي هو هينزل منه، فاول ما نزل في التبديل على طول نزل الملعب عمل كده. هو مسلم واحنا عارفين هو مسلم، هو يعني التقليد ده شافه في كاس العالم وفي الماتشات، هو مسلم، هو مسلم، وكان تقريبا بيبيع بطاطس ولا حاجه، بس كان لاعب كويس يعني. فواقف على الخط يسخن بقى وهينزل وبتاع، وبعدين المدرب دقه كده انزل يعني، فنازل راح خد حاجه من الارض كده وعمل كده زي اللعيبه الكبار. هو افتكر ان ده تقليد بيعملوه اللعيبه الكبار، ما يعني ما جاش في دماغه القصه يعني. يعني كل لعيبه العالم حتى النهارده منتخب الارجنتين كله قبل نزوله الملعب في ماتش السعوديه كله عمال يعمل كده ويصلي وبتاع، بيصلوا يعني. دي بالمناسبة في دول بتوقف إذاعتها عشان ترن جرس الكنيسة، وأنا مسجل، أنا مسجل على موبايلي الحدث ده، قاعد في عربية مع صديقي، وبعدين فجأة هو فاتح راديو في العربية، فجأة الراديو اتقطع، الإذاعة وقفت، واتذاع تن مش بس كده، وفي التلفزيون دول في أوروبا يعني. بالمناسبة عادي جدا، كل دولة انت عليك تحترمها. فانت مشكلتك ما سافرتش شفت ده مثلا، ولا مشكلتك مع الاسلام، ولا مشكلتك مع قطر؟ انت تحدد الاول يا باز، انت مشكلتك مع مين؟ مع الدول دي اللي هي قطر وتحديدا قطر يعني، ولا ان مشكلتك انك ما سافرتش وما شفتش العالم بيعتز بثقافته الدينيه، زي ما شفنا تنصيب الامير الملك تشارلز، وزي ما شفنا تنصيب رئيس الولايات المتحده الامريكيه وهو بيقسم على الانجيل. ما شفتش ده، ما رحتش بطوله جنوب افريقيا شفت المظاهر المسيحيه، ما بتشوفش اللعيبه وهي بتصلي قبل ما بتنزل صلاه مسيحيه، ولا مشكلتك مع الاسلام؟ انت تحدد عشان بس نعرف نكلمك يعني. على اي حال، الهجوم على قطر والتشكيك في كاس العالم كان من زمان، من اول ما تم اسناد البطوله لقطر سنه 2010 وحصل تشكيك كبير في قدرتها على التنظيم، وكانت كل العوامل ضد قطر. ده المناخ ضد قطر، المناخ كان ضد قطر، دوله الحراره فيها كبيره جدا وصعب جدا الماتشات هتبقى فيها، واللعيبه هترهق كتير، مع ان المكسيك انا حضرت بطوله العالم في المكسيك كان اللعيبه بتفرفر في الارض من الحر، وكانت الماتشات بتلعب بالنهار في عز الشمس، وكانت والله الناس كانت بتقع في الارض، والجمهور كان بيتسلق في مدرجات ملهاش تنده. انما لا، ازاي بقى؟ كل العوامل كانت ضد قطر. خلينا نشوف بقى حمله او جزء من حمله التشكيك في قدره قطر على تنظيم البطوله. قطر عندها بطولة العالم بتاعت الألعاب، ألعاب القوة، جري وجلة وبتاع ومش عارف إيه.
امبارح بالليل كان عندهم قرروا يعملوا الماراثون الساعه 12 بالليل. ليه؟ طبعا لانه ما بيتعمل ما ينفعش يتعمل في اي وقت في النهار. ماراثون كان فيه 68 متسابق في 35. سؤال مهم، الناس دي هتعمل كاس العالم ازاي؟ انا بقول لحضرتك طبعا المسابقه ديت فيها اسرائيليين وفي مراسل للتلفزيون الاسرائيلي موجود في الدوحه بيبعت رساله كل يوم من هناك. الناس دي هتعمل كاس العالم ازاي؟ وعلى فكره عايز اقول لكم خبرين مهمين جدا النهارده. قطر قالت للعالم، قالت لهم نمره واحد، احنا هنخفض اسعار البيره بس لو المشجعين الانجليز ما التزموش بالاخلاقيات والاداب هنرفع اسعار البيره تاني. وهنحلم ان احنا ننظم كاس العالم، ويا حبذا لو كان كاس العالم 2022 من الجماعه الارهابيين القتله الفجره اللي موجودين في قطر، اللي صرفوا دم قلبهم، صرفوا مليارات بالرشاوه وفلوس حرام من اجل ان هم يعملوا تاريخ، يسجلوا تاريخ. اماره ما تنفعش غير غرفه خلع ملابس، تنفع بس دي الحمامات، هي دي تنفع بس كده. قال خارج تنظيم كاس العالم، اي منطق اي عقل؟ فين التاريخ؟ فين الجغرافيا؟ فين الطقس؟ فين المناخ؟ فين الاتساع؟ فين فين فين؟ كانت اكبر فضيحه فساد بتطول الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. وان شاء الله هنشوف الناس اللي في السجن كتير. طبعا تم توقيف رئيس فرنسا السابق ساركوزي اللي اعطى تعليمات لميشيل بلاتيني، وميشيل بلاتيني اعطى تعليمات للمناديب، كله قبض، كله خد فلوس، والموضوع امام المحكمه الفرنسيه. يعني لا يخجلوا، ما بيخجلوش. قال لك ساركوزي ادى تعليمات لبلاتر، خد رشوه من قطر. طيب ما هو بلاتر لسه موجود بره، ما اتحبس. فين فين الرشوه دي؟ مش بس كده، ده قال لك وهنشوف ناس في السجون. لا ساركوزي دخل السجن بسبب قطر، ولا بلاتر اللي موجود ده، بلاتر طلع قال كان خطأ. فين بقى ناش؟ ولا يخجلوا، يعني بص يقولوا الحاجات دي ولا يخجلوا. ده وصل بيهم الامر قال لك مفيش بطولة هتقام في قطر 22. مين بقى كده؟ بدنجان الاعلام. الفيفا انتهت، الفيفا عايزين الامير علي بقى ايه رئيس، لان هو بصراحه الامير علي ابن الحسين هو القادم رئيس هذه المملكه، مملكه الفيفا. ننتظر الامير علي. وبصراحه بصراحه الدول اللي هي ساندت بلاتر، انا بقول اهو يعني مش عايز اعمل ايه عشان ما اتعصب، ولكن سبب لان الراجل ده ايه رايح، لانه عارف الامريكان مش سايبينه، الامريكان عندهم، والفضيحه الكبرى قطر. قطر هتدفع الثمن. فاكرين انا عمال اقول لكم بقالي كتير قوي كاس العالم 2020 مش هتتعمل في قطر، كتير قوي بقالي كتير بقول الحكايه دي، والناس ما كانتش مصدقاني، مش هتتعمل في قطر. وقطر ده ايه؟ هيطلعوا فضائح وهيدفعوا الثمن، وبين همام هيدخل السجن، ويمكن الامير المشغل يدخل السجن، واهاليه يدخل، ليه هيدخلوا السجن؟ يعني فساد، ناس بتدفع رشاوي لانه عندهم فساد كده. طب انت بتدفع رشوه ليه؟ لانه عايز ايه؟ عايز ايه من كاس العالم عندك؟ بترشي مين يعني؟ طب ما انت عارف العالم مستنيك، هو العالم الرشاوي دي ما بتتعرفش، اتعرفت واتشافت. كاس العالم 2022 مش هتتعمل في قطر، انا بقول لحضراتكم من بدري اهو، ده خبر اعتبروه حصري. انا بقول لكم على ليه الفساد، مملكه الفساد هتتفتح عن بكره ابيها، وهيعرفوا مين عمل ايه، لان هو من الاول كانوا اخذوا عدد من بتوع الاتحاد الدولي وحققوا معاهم، وطلعت الصحف البريطانيه كانت شنت حمله عنيفه جدا على قطر خلال السنه اللي فاتت ولحد النهارده، وعدد كبير جدا بيتكلم انهم في فساد ثبت. وانا بقول لحضراتكم اهو كل يوم بدليل، قطر النهارده وجد نفسه امام المقصله، وبدا طبعا سبع عيسى حياته حبيبه طبيعي، عيسى حياته اللي بيقود الدول، يعني محترمنا الدول الافريقيه، بس عيسى حياته يقول لهم انتخبوا فلان يروحوا فلان، يا عم انت دوله، هي دي عيسى حياته هو الرئيس المؤقت للفيفا، ولكن احنا عايزين الامير علي ابن الحسين، هو يستحق الامير علي بصراحه. واعلن الامير علي النهارده ان هو سيعيد ترشيح نفسه مره ثانيه، نساند الامير علي، عايزين يبقى رئيس الفيفا عربي، وانا بقول مصري برضو اولا، عربي زي المصري، احنا ومملكه الاردن يعني الاشقاء في الدول العربيه كلنا يعني حاجه واحده، وبالتالي مع ولا يخجل لا الامير علي، لا الامير علي بقى رئيس اتحاد الدولي لكره القدم، وده مع الاسف يعني، واحنا كنا نتمنى الامير علي يبقى هو رئيس اتحاد، لكن ما بقاش. وقطر نظمت كاس العالم، هو قال لك خبر حصري بقوله لكم اهو، قطر مش هتنظم كاس العالم. ده الكلام ده لما كان السيسي في برلين، يعني من سنوات، وقطر نظمت كاس العالم وزي الفل. تخيل دي اكبر خبطه، عشان بس تعرف ان القصه مش كره قدم، الموضوع فيه سياسه وفيه ثقافه وفيه عادات وتقاليد، يعني الموضوع تعدى 22 واحد بيجري ورا كوره. يا جماعه ما تبصوش واوف سايد والجون ده كان جون ولا كان تسلل خالص، كره القدم هي ادمان الشعوب دلوقتي، وكره القدم فيها مليارات من فرق بتعمل، يعني قصدي شركات كبيره بتعمل تيشرتات
لتغطيه لملاعب لناس بتنتج كره القدم لسياسه داخله في الموضوع. يطلع الاخ احمد موسى يقول لك انه قطر مش هتعمل خلاص وبلاتر هيخش السجن زي نشر الدين. هم موجودين النهارده لا هيطلعوا على الشاشات لا يخجلوا. يعني فيش واحد فيهم يقول مثلا انا اسف يا جماعه كنت بضحك عليكم انا اسف غلطت؟ لا خالص لن يخجلوا. ليه؟ عارف لاني غالبا ما عندهمش السائل الاحمر ده. يعني هم عدوا سيبك من المهنيه انما هم عدوا فكره اني اللي جوه هنا سائل احمر. وفضل الضرب من تحت لتحت لدرجه انه وصل الامر لعمل مانشيتات. انتوا عارفين اول ماتش بعد الافتتاح على طول انا لا حضرت الافتتاح في التلفزيون ولا في الحياه اصلا. لكن بعد الافتتاح كان في ماتش الاكوادور والسعوديه. ليه سوري الاكوادور وقطر. ليه قطر هي لعبت اول ماتش؟ لانه هكذا جرى التقليد من بدايه كاس العالم. الدولة المضيفة لها امتيازين، أول امتياز إنها بتصل بدون تصفيات. تاني امتياز عشان بس اتسألت السؤال ده عشان حد كان فاهم إن قطر دفعت فلوس عشان تلعب أول ماتش، هما امتيازين بتاخدهم الدولة المضيفة. إنه ما يلعبش تصفيات. يعني ما يدخلش بقى تصفيات ورايح جاي وما يخش كأس العالم على طول. يخش الماتشات على طول الدورة نفسها. الامتياز التاني إن الدولة المضيفة تلعب أول ماتش. فقطر لعبت اول ماتش او هتلعب اول ماتش بعد الافتتاح مع الاكوادور. فطلعت المنشطات على طول تتهم قطر تقارير رشوه قطريه للاعبي الاكوادور لخساره المباراه الاولى في كاس العالم. تخيل يشاء ربنا ان قطر تخسر 2-0 برضه لا يخجلوا. ما فيش بص انت ما فيش خجل. فنفس الموقع سخرية من مستخدمي تويتر من مدرب قطر بعد الخسارة أمام في افتتاح المونديال. يعني حط الاثنين جنب بعض الله يخليك. نفس الموقع بيكلم قبل الماتش على أن تقارير رشوة قطرية للاعبي كرة الإكوادور لخسارة المباراة. على طول بعد ما الماتش خلص 2-0 لصالح الإكوادور سخرية من مستخدمي تويتر من مدرب قطر بعد الخسارة أمام الإكوادور. عادي جدا عادي جدا.